السلام عليكم متابعي القناة، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. مرحبا بالمشتركين اللي متواجدين عندي في القناة واللي عاد التحق بنا، مرحبا به. عواشركم مبروكة، رمضان قرب يمشي والعيد على الأبواب، ندخل عليكم الصحة والسلامة باش ما تمنيتو إن شاء الله. واليوم إن شاء الله ضمن تحضيرات حلويات العيد نتقاسم معكم الفقاس بريستيج وندوزو على بركه الله، تعرفوا على المقادير ونبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه نحتاج ليها هنايا عندي ثلاثه البيضات، خديتهم بحجم متوسط، الا كان عندكم البيض كبير ممكن تاخدو غير جوج. عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه، زيت ديال الطياب. خذوا نص كاس ديال العنبه، الا كنتو كتعبروا بالعنبه خذوا نص كاس ديال العنبه ولا كاس صغير بحال هذا، ولا خذوا بالغرام خذوا 75 غرام. عندي هنايا الحليب عادي حتى هو 75 غرام نص كاس، ممكن تعوضوه بالحليب بودره الا بغيتو. عندي هنايا السكر، ديروا حسب الذوق ديالكم. انا درت هذا الكاس هذا تقريبا واحد 100 حتى 110 غرام عامر. عندي هنايا كاس ما بين مخلط ما بين الماء وما زهر. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده اللي ذوبتها. ناخذ هنايا معلقه ديال الخميره ديال الحلويات 8 غرام، ضروري واحد الرشيشه ديال الملحه، هنا الفاني باش نسمها، والدقيق غربلتو ضروري ما تغربلو باش يعطيكم نتيجه زوينه. ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو، اللي تيبغي القرفه ممكن يدير القرفه، تستغناو على الفاني ولا ديروا اي نكهه نتوما كتبغيوها، النكهه ديال الكراميل اولا اي نكهه نتوما كتبغيوها. وهنايا عندي غنستعمل فيها واحد المعلقه ديال زبده الفول السوداني اللي هي اختياريه، انا كتعجبني في الفقاس كتعطيه واحد اللون اللي هو ماغون شويه بحال اللون ديال القرفه، وكتعطي واحد المذاق زوين، اللي هي اختياريه. متوفره عندكم ديروها، ما متوفراش ماشي مشكل. وانا المقادير راه كلها كنخلطها في الميكسور، بغيتو تخلطوه بالطريقه البلديه بيديكم ولا بالطراب اليدوي اللي توفر عندكم ديروه، واللي الطريقه اللي كترتاحوا لها ديروها. انا كنديرو هنايا في الميكسور، كنخلط البيض مع الزيت مع الحليب مع السكر، كنخلطهم مزيان مزيان في الميكسور عاد كنبدا نجمع في الفقاس. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش نخلط المكونات ونتلاقاو في المرحله التاليه. ونبداو على بركه الله. البنات هنايا راه طحنت كاع السوائل اللي عندي، البيض والزيت والزبده والحليب والسكر كلهم طحنتهم. غادي نبدا ندير واحد الرشيشه ديال الملحه، بسم الله. غادي ندير السوائل اللي عندي، بسم الله. هكا فاش كنطحنهم في الميكسور كنضمن انهم تخلطوا ليا مزيان. غادي نضيف الفاني تقريبا واحد المعلقه صغيره. الا ما توفراش عندكم فاني سائله ديروه البنات داك الساشي تاع الفاني حتى هي راه كتجي فيه زوين. نضيف دابا الكاس اللي خلطته ما بين الماء وما زهر، بسم الله. صافي دابا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق البنات هنايا راه مغربل، عندي تقريبا واحد كيلو لارو تقريبا واحد 800 غرام. انا غادي نشوف فاش غادي نجمعو نقول لكم شحال دخل ليا ونعطيكم العبار بالكاس ديال العنبه. هنا البنات ناخذ واحد المعلقه ديال زبده الفول السوداني، بسم الله الرحمن الرحيم. هنايا البنات راه بديت تنضيف في الدقيق شويه بشويه وكنجمع، ما ديروش كامل دفعه واحده، ديروا غير شويه بشويه حتى تجمعوا كلشي. والعجينه ديال هاد الفقاس هذا راه ما كيتبغيش تكون قاصحه، راه خاصك تخليه شي شويه رطبه. دابا البنات غادي نضيف ديك المعلقه ديال البيكنج باودر ديال الخميره ديال الحلويات، الا عندكم داك الكيس ديروه يكون حسن تيجيب لكم العبار مقاد. وهو الفقاس البنات ما تبغيش تكثروا فيه الخميره بزاف باش ما يتفرقعش ليكم في الطياب، والطياب ديالو راه مهمه البنات، مخاش الفران يكون سخون، ما تسخنوش الفران بحال الشكل تاع الغريبه ولا تاع الكيكه ولا اي حلوه كديروها كتسخنوا الفران من قبل. هو ما تسخنوش الفران، راه ما كيبغيش الفران يكون سخون. ولا كان عندكم الفران ديال الغاز خليوه على المهل، شعلوا ليه غير من التحت
وخليه يطيب الفقاصرة ما كيبغيش يطيب من الفوق، طيبوه غير من التحت وخليه الفران شويه مهوي. هكا كنت كنطيبو انايا في الفران ديال الغاز في المغرب، وما دابا الفران ديال الضو راه كنشعلو غير من التحت، وكنخليه على خاطرو كياخد ليا تقريبا حتى ساعه، ساعه الا ربع يطيب. والفقاس ما طيبوش من الفوق وخليوه على نار مهيله. صافي دابا انا غادي نبقى نجمع في هذا الخليط هذا حتى يتجمع ليا. صافي نتلاقاو في المرحله المواليه باذن الله. هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه عطاتني واحد جوج كرات كبار، بغيتو تقسموهم على ثلاثه قسموهم انتما البنات. شوفوا العجينه راه ما خصهاش تكون كتلصق، ما خصهاش تكون قاسحه، ها شفتوا القوام ديالها، خاصها تكون رطبه. غادي نحتاج لهنايا اللوز والقرقع، ديروا اي مكسرات عندكم، اي حاجه عندكم ديروها. انا غادي نقدر نضيف عليه هذا، نضيف عليه وحده غندير فيها اللوز والقرقع، وحده الثانيه غادي نضيف عليها شويه ديال الكاجو، غادي نضيف عليها حتى زريعه ديال القرعه. البنات ديروا اي حاجه عندكم، انا نقدر نضيف عليها الثانيه راه ندير عليها الكاجو الزريعه تاع القرعه، اي حاجه عندي كنضيفها، اي حاجه كنضيفها. المشماش حتى هوايا، ولكن انا ما غاديش ندير المشماش اليوم، ديجا جربته بالمشماش ما كيعجبنيش لوكو ديالو في الفقاس الصراحه، ولكن هو نصيحه نقولها لكم، الا درتو المشماش ضروري ما تكونوا فاش تكونوا كتقطعوه كطيبوا فيه فرشوا ليه ورق الطهي في الفران، حيت غادي يبقى يلصق لكم. وهنايا غنحتاج البنات واحد البيضه كامله، غنخلط معها واحد المعلقه ديال نسكافيه باش تحيد ليا داك الزفار ديال البيض، لان يعني البيض هو باش غادي فاش نسرح هادو بالمدلك غادي ندهنها بشويه ديال البيض باش يلصق ليا فيهم القرقع واللوز اللي غادي ندير. عاد هو باش غادي نخلطو غادي نديرو من الفوق، بغيتو ديرو من الفوق لي زامون دي في لي ديرو، ما بغيتوش انا غادي نكتفي غير باللوز لداخل. صافي دابا غادي نطلق هاد الكره بالمدلك ونتلاقاو باذن الله. هنا البنات من بعد ما سرحتها بالمدلك، هانتوما السمك ديالها راه كنخليها شي شويه مرقيقاش بزاف وما غليظاش تكون متوسطه. صافي دابا غادي ندهنها بالبيض مع نسكافي باش ندير فوقهم المكسرات. بسم الله. هنا البنات من بعد ما دهنتها البيض مع نسكافي بديت كنسد فيها اللوز والقرقاع صف بصف، صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نساليها، ما نطولش عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي من بعد واش غادي ندير، تنضغط عليه فين ما كنسدته كنضغط عليه غير واحد شويه بحال هكا باش يشد ليا بلاصتو، باش منين نكون كارولي فيها ما يخرجش، وكنوصلهم حتى للطرف باش حتى الجناب يجوني عامرين. فاش غنوصل لهنايا راه نخلي تقريبا واحد المسافه ديال الصبع تقريبا بحال هكا، ما غاديش نخليها ما نديرش فيها المكسرات باش ملي يكون كارولي تسد ليا. صافي دابا انا نكمل بهذه الطريقه هذه باش نساليها ونتلاقاو باذن الله. هنايا من بعد ما عمرت وساليت راه خليت هذه المسافه البنات كيف ما قلت لكم ارتفاع ديال الاصبع تقريبا، خليت هذيك المسافه باش ملي يكون كارولي فيه ما القلب بلاصه مين سد. صافي دابا غادي نقرو لي فيه شويه بشويه حتى نكملو كامل. من بعد راني ضغطت عليهم البنات بحال هكا فاش ساليت، راني ضغطت باش المكسرات يشدوا لي شويه في العجينه ما يخرجوش من الجناب. صافي نكمل دابا غادي نرولي وندير البودان الثاني باذن الله. البنات راه العجينه دغيا كترولا تديروا لها بحال هكا صافي كتمشي. وانا كنرولي وانا كنضغط واحد شويه منها كيلصق ليا المكسرات، ومنها حتى داك الهواء اللي تيكون لداخل راه كيمشي ما كيبقاش. هنا البنات البودان تاني قسمتو على جوج، لان عندي انايا الفران صغير والطاوات صغار، فدرت فيه اللوز والكاجو، غادي ندير فيه شويه ديال زريعه القرعه. صافي غادي نرولي نفس الطريقه كما روليت الاخر وندهنهم بالبيض من الفوق. بغيتو ديروا البيض مع نسكافيه، ولا كان عندكم حتى الشوكولاته بودر ديروه، المهم عاد ديروا شي حاجه
ولا ديروا معاه القطرات ديال الحليب ولا اي حاجه باش تحيد لكم ديك الريحه ديال البيض، داك الزفر ديالو. هنا البنات من بعد ما ساليت لي بودا اللي عندي درت واحد الطاوله فرشت لها ورق الطبخ، ولا الا ما عندكمش ممكن دونها غير بالزيت. هنا واحد درت ليه الزرعه ديال القرعه من بعد ما دهنته بالبيض، درت الزرعه ديال القرعه في بلاطو ومرمتو فيه هكا، ديتو جبتو حتى لصق فيه مزيان. وهنايا الثاني راه عادي بالطريقه العاديه اللي كيف ما كنديرو، كنديرو الظهر تاع الفرشيطه بحال هكا وصافي، وكنزوقو كيف ما بغينا. هنايا البنات السر باش يجيكم الفقاس زوين وما يتفرقعش ليكم ضروري ما تثقبوه ببره، تقدروا تستعملوا الكيغدون ولا بره. كيغدون انا ما كنفضلوش لان الكيغدون شويه الراس ديالو غليظ، وفاش كنتكو بحال هكا كنقيس داك اللوز وداك الكركاع وداك الشيء اللي درت لداخل كنقيسو، وفاش كنبغي نهزها ضروري ما كي يطلع معاها الكركاع ولا شي حاجه. المهم انا كنفضل البره، البره عندي جديده صافي، كنبقى ندير ليه بحال هكا كنتكو مزيان من الجناب من الفوق من كل شيء، غنتكو مزيان. وكيف ما قلت لكم البنات ضروري الفران يكون بارد وشعلو عليه غير من التحت، عندكم الفران ديال الضو شعلو عليه من التحت لان الفقاس راه ما كيبغيش يطيب الطيبه الاولى من الفوق. صافي دابا غادي نتكو مزيان بحال هكا، غادي ندخلو الفران. اول البنات يلا خرجتو من الفران، هانتوما شفتو معايا راه ما كيتشقق ما حتى شي حاجه، والحجم ديالو كيتضاعف شويه سي نورمال لانه دايرين فيه الخميره، ولكن هانتوما كتشوفو معايا راه ما كيتشقق ما حتى شي حاجه. دابا باقي سخون غير برد نوريه لكم من التحت، خاصو غير يتحمر لكم شويه من التحت صافي، ومن الفوق راه ما خصوش يطيب لكم، غير العجينه تشد راسها صافي باش ملي تكونوا كتقطعوه ما يبقاش يتفرتت لكم صافي. لاستيوس راه تبارك الله عليكم، راه كلكم عارفين لاستيوس، راه غادي ندير ليه واحد الزيف فازق ونغطيه نخليه حتى يبرد، ومن بعد غادي نقطعو ونكملو الطياب في المرحله التاليه. هنا البنات هنا راني قلبتو معاكم شفتو، راه خاصو غير ياخذ لكم هذا اللوين هذا غير شويه صافي، ومن الفوق يبقى بحال هكا، يبقى شاد راسو ما يطيبش من الفوق، حيتاش فاش غادي يطيب المره الثانيه راه غادي يتحمر من الفوق. هنا البنات راه درت كنقطع فيه، راه كيف ما كتشوفوا راه ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه، وضروري البنات الموس يكون ماضي، اهم حاجه في الفقاس يكون الموس ماضي. هنايا البنات راه مضيت الموس، ضروري يكون الموس ماضي، راه الا كان الموس حافي راه غادي يبقى يتفرتت معكم ويمشي لكم كاع داك الجهد ديالكم هباء منثورا. كتقطعوها البنات على القياس اللي بغيتو، قطعتو لهاد القياس هذا شفتو، راه كيجي عامر من الداخل وكيجي زوين، باقي غادي يطيب دابا الطيبه الثانيه شفتو، راه ما كيتفرتت البنات ما والو، من التحت راه محمر صافي. دابا غادي نكمل، انا غادي نكمل بهاد الطريقه نقطعو كامل ونكمل ليه الطياب في المرحله الثانيه. انا في هاد الاثناء راني شعلت على الفران يسخن صافي، غادي ندير له الطياب العادي العافيه تكون مهيله ما مجهداش باش ما يتحرقش صافي، ونقابلو هو في المرحله الثانيه راه ما كياخذش وقت بزاف، راه غتاخد يتحمر من هاد الفوق ونزل لتحت يتحمر من التحت صافي. هادشي اللي كاين ماشي بحال المرحله الاولى، راه خدامني تقريبا واحد ساعه لانه الفران كنت دايره مهيل وما مجهدش عليه البوطه، داكشي البنات باش كتشوفوه راه ما تفرقع عليا ما حتى شي حاجه، غير تبعوا النصائح اللي قلت لكم راه ان شاء الله غادي ينجح معكم من اول مره. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديال اليوم، شفتو راه كيجي محمر وزوين. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، شهي طيبه للجميع، ودمتم في امان الله.